الكتاب من مش عارف مين، بين فوزان وبين عسيمين وبين ضبطين خيل وكلام فارغ من احدى اوراد الطرق الصوفيه الطريقه البرهانيه. ان انت بتحرم قراءه القران، عارف انا الاشكال دي كويس. احمي حميصه اطمى طميصه. انا مش عايزك تستعجل، ده في صوره بتحيي الموتى. مال سقفطيس سقطيم احون قف ادم. انت ده منيل. ايوه حد جاي جاي يا حد. انت ده منيل على عينه. دي جاي هاجي بخياره وجاي. دي فين البعيد؟ وراح فين البعيد دي؟ انت يا بقرة. خير يا حج عاط فيه؟ تعال اقعد معايا منيل، انا عايزك في كلمتين. خير ابو الحج، خير ابو الحج عاط. ايه فيه؟ انا رايح النهارده حضرة وعندنا مسابقة على افضل طريقة للذكر مع الترنح بالجسد، وكنت محتاجك كده يعني انت تخترع معايا حاجة جديدة كده عشان نكسب المسابقة. طب واللي هيكسب هياخد ايه ولا هيبقى ايه يعني؟ اللي هيكسب هيبقى شيخ طريقة كبير قوي. طب انا مال انا يعني مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك تفكر معايا. ماشي يا حاج عوض، اعمل انت كام حركة كده وانا هقول لك الحلوة والوحشة. ماشي. فيه رقص بالدماغ كده كده كده. لا 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 دي مش حلوة صراحة. فيه رقص تاني بالنص التحتاني، بالنص التحتاني كده تعمل كده. ايه رايك؟ دي شكلها قديمه قوي يا حاج عاط، قديمه قوي، اعمل الجديد بقى. بلاش دول. فيه رقص تعمل كده كده كده. ايه رايك؟ انت كده بالظبط عامل زي القرود بالظبط. انت زهقتني معاك. افرح بحالي ابني وداني البحبحة. اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحبحاني في كل مكان، احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين الفيديو بتاع النهارده كل مره مختلف تماما. لا 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 هو مش مختلف ولا حاجه، هو فريد من نوعه. انا عايزك بس تستحملني في الفيديو ده شويتين، وفي اخر الفيديو هوريك فيديو جامد زحلقه. هو الفيديو مش طويل يعني، بس ممكن يخليك ترجع من كتر الضحك. اللي هو ازاي مش عارف. الفيديو ده مخصص للناس اللي هي دايما بتقول دع الملك للملك يا جدع. هو انت البعيد ربنا موكلك على الناس عشان تحسبهم؟ ما تخليك في حالك يا جدع، دي ناس بتذكر ربنا يامي، انت ملك انت، دع الملك للملك بقى. فالخلاصه بقول لحضرتك، هو حضرتك مش من الملك ولا شايفني عشان انت تدعني للخالق؟ تاني حاجه، زي ما انا مختلف مع الصوفيه زي ما الصوفيه بالظبط مختلفين مع بعض. كل طريقه ولها ورد، وكل ورد بتاع شيخ، وكل شيخ عامل ورد للمريدين بتوعه اللي لازم يمشي عليه. انت متخيل بقى ان الورد ده فيه طلاسم وكلام ما انزل الله به من سلطان؟ عشان ما نطولش عليكم، من احدى اوراد الطرق الصوفيه الطريقه البرهانيه، من الحزب الصغير في الطريقه البرهانيه، بيقول لك بسم الله الخالق الاكبر، وبعد كام كلمه كده احمي حميصه اطمى طميصه. هي طميصه مش طميصه، طميصه. احمي حميصه اطمى طميصه وكان الله قويا عزيزا. خدت سكرين شوت عشان تكمل؟ خد سكرين شوت وبقرا براحتك، انا هجيب لك بعض منها. بس خد بقى كمان حتة من الحزب الكبير للطريقة البرهانية، برضه خد سكرين شوك عشان عشان تقرأ براحتك. بعد شوية كلمات برضه اللهم اجعلني مش عارف ايه وايه وايه وايه. وكان الله قويا عزيزا. بها 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 بهيات 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 القديم. الجديد مش هينفع معاك على فكرة يعني، استعمله وحش وخليك في القديم. وبعد كام كلمة كده ولا حول ولا قوة إلا بالله. طهور بدعق محبة ولا محببة. سقفطيس سقطيم أحون قاف آدم قاف آدم حاميم هاء أمين. وبرضه في الحزب الكبير تلاقي برضه كلام تاني، خد برضه سكرين شوك وبقرأ براحتك، هجيب لك أنا حتة صغنططة. بعد الحمد لله رب العالمين وكلام كتير كده الصلاة على النبي، وأنت خير الوارثين. ألم نوى فلم عمى، نوى ثم لوى عمى، نوى عمه فصموا عمه نووا، وقع القول عليهم بما ظلموا. فانفذوا لأ لأ ألا ألأ لأ يا الله ثلاثة، إنك سميع عليم. دي حاجة بس صغيرة كده من ورد الطريقة البرهانية. خد سكرين شوك ودع الخلق للخالق بقى جدع. فلما أنا أشوف الحاجة دي وما أقولكش عليها، وفي ناس تانية تستخدم الحاجة دي في السحر والشعوذة، وتيجي أنت تتأذي. آه ما هو أنت اتجوزت واحدة أمها راحت لشيخ بيستخدم الطلاسم دي في أعمال السحر والشعوذة، ده كل ده عشان أنت إيه؟ تبقى زي الخاتم في صبع المدام. فأنا هاخد ذنب زي لمؤاخذة الست حماتك اللي راحت للدجال عشان يعمل لك العمل. ما هو أنا شفت الغلط وما عرفتكش بيه. أنا بقول لك إيه؟ دع الملك للملك بقى. هتقولي وانا مالي يا عم وانا مالي الحاجات دي، ما انا ما بقراش الحاجات دي خالص. لما انا هقولك انت هتقراها غصب عنك. ازاي؟ اقولك ازاي. في ظل الاحداث في الفتره اللي فاتت اللي هي فتره العيد، ممكن تقعد بتاع 15 20 يوم كده محدش يسال عنك خالص، ولما مؤاخذه تليفونك ما يرنش الا على دخلة موسم، داخل عليك عيد، داخل عليك رمضان كده يعني. تلاقي بقى العمليات اللي هي الرسائل الجماعيه دي، حدد وارسل كل سنه وانت طيب يا زميلي، بتبقى الحاجه دي سهله. انما بقى اللي حصل
الفترة اللي فاتت دي جاتني رسالة غبية يعني، واحدة بعتتها لاختها على اساس ان هي حاجة حلوة يعني، فاختها قرأتها كاملة يعني، ما اعرفش الاولى قرأتها ولا ما قرأتهاش، ما تزعليش مني، لان تقريبا العيلة اللي بعتت الرسائل دي تقريبا متابعاني تقريبا يعني. فالاولى حبت تاخد ثواب نقل العلم ان هي حاجة من الدين، فالتانية قرأتها على اساس ان هي تستفاد يعني. لقيت ايه بقى يا محترم؟ مصايب كبيرة. بتقول ايه بقى الرسالة دي يا محترم؟ تعالى نقرأها مع بعض كده. تخيل كده ان في حد بعت لك الرسالة دي، فانت بسم الله الرحمن الرحيم بتقوم فاتح الرسالة. في الاول بقى بيقول لك لو بعت الرسالة دي اللي مش عارف كام حافظين انتوا الكلام ده حافظينها، بس بعد منها انت بقى بتلاقي ايه؟ خواص صور القرآن الكريم. نبدأ بالفاتحة. ايوه، خواصها ايه بقى؟ رقم 1 لقضاء الحوائج، تقرأ الفاتحة الشريفة بنية قضاء الحاجة 100 مرة او 7 مرات دبر كل صلاة. بص انا هقرأ لك اللي في الرسالة زي ما هو يعني، وانت لو عندك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حدد الارقام اللي انت هتشوفها او خاص الخواص دي تبقى لي في التعليقات تحت، يمكن انا غلطان. تاني حاجة، للشفاء من المرض، انا مش عايزك تستعجل، ده في صورة بتحيي الموتى. مال اصبر عليا بس. للشفاء من المرض تقرأ في إناء 41 مرة، عارف لو قرأتها 41 مرة ونص مش هتقضي حوائجك، مش هتقضي حوائجك، مش هتعمل لك حاجة. وبعد كده يقرأها المريض ومكتوب ثم يشربها المريض، فأنا بحب أجود يعني. يشفى بإذن الله تعالى. أنا عارف إن في ناس هتعترض على الحاجات دي. بالظبط بالظبط، أنا هوصف لك الموقف يعني، تعالى نسيب البتاع ده كده. الجماعة اللي هو بيقول لك مثلا إن الوالي بتاعه بيحيي الموتى ويقوم قايل لك بإذن الله، فلما تقول له يا عمي مفيش كده، مفيش الكلام ده، ربنا ما خصش حد بالحاجة دي غير اللي ورد في القرآن، فيقول لي إيه ده؟ انت بتشك في قدرة ربنا؟ يا عم انا ما بشكش في قدرة ربنا ولا حاجة، بس اللي ورد عن النبي كما جاء في القرآن هو ده اللي احنا نؤمن بيه. انت ما بتؤمنش بالمعجزات؟ لا، هي المعجزة للانبياء، وهم الاولياء عندهم كرامات برضو. ارجع اقول لك برضو، كرامة الاولياء لا تخالف الشرع الاسلامي ابدا. خلينا نكمل عشان ما نخشش في موضوع ثالث حاجة، ودي اللي جامدة بطيخة، لإحياء الموتى. كل ده في سورة الفاتحة بس. تقرأ بنية إحياء الميت، وأضع يدك على أم رأسه 70 مرة، يحييه الله ببركته. ببركة الفاتحة ولا ببركة 70 مرة ولا ببركة إيدك ولا ببركة إيه؟ مال. رابع حاجة، تنفي الفقر عشان تشيل الفقر ده تماما، تقرأ عند دخول المنزل 3 مرات. 4 مرات مش هتشتغل معاك. ولعلمك برضه أنا عارف إنه هيطلع لواحد بوش مربع يقول لي أنت بتحرم قراءة القرآن. عارف انا الاشكال دي كويس، زي ما كنا عملنا فيديو عن المدعو بتاع قناه اسرار العارفين، هو بيعمل حاجه حلوه، انا عايز يشفي الناس باذن ربنا طبعا، بس بيحدد لهم حاجات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك دي حاجات مجربات لا مؤاخذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاب الدين ناقص وهو بيجرب عشان يكمله. خلونا نكمل عشان ما نطولش ونخش في موضوع سابع. بسوره الفاتحه، تداوم على قراءتها ليل نهار 14 مره. 13 مره ماشي ماشي ماشي، من عندنا الحته دي. سوره البقره، خصائص سورة البقرة، مين اللي خص الخصائص دي؟ نورانية جوايا، ده عن اللي كتب الرسالة. لإبطال السحر والشفاء من المس والحسد والعين وطرد الشياطين وعمار المكان من البيت. تقرأ 5 أيام على التوالي، يبطل السحر ويشفي الممسوس بإذن الله، ويبرئ المعيوب والمحسود، وتطرد الشياطين وعمار المكان من البيت. بص يا محترم، هو قراءة سورة البقرة شيء جميل جدا، بس انك تخص خصائص لم يخصصها ده اللي غلط. اقرأها في أي وقت بأي رقم يعجبك، تحديد شيء لم يحدده الشرع. طبعا هي كلها تحديدات، فأنا مش عايز أتكلم كتير، أنا هقرأ في الـ، واخد بالك؟ إيه الحر ده يا جدعان؟ أنا وصلت للمرحلة دي من شوية، لقيت نفسي مش ضغط على الزرار بتاع الكاميرا اللي بيسجل، يعني انا كنت برجع على الفاضي، سجلت تاني. خلونا نكمل. تزيل الاوجاع والالم، تكتب في ورقه طاهره وتحمل في الجيب. ورد عن مين الكلام ده؟ نورانيه جوايا. اللي بعد كده، سوره ال عمران، امان لقراءتها من حر جهنم اذا قراها 19 مره. الواد ابو وش مربع ما تنساش تكتب لي، هو انتوا بتحرموا قراءه القران 19 مره؟ للمراه بقى التي لا تنجب، تكتب بمدى الطاهر، ما اعرفش ايه هو المدى الطاهر، تروح لورد خليه تلك في بتاع على مؤاخذه. تكتب بمدى الطاهر وتعلق على المرأة التي لا تنجب، يرزقها الله بذرية صالحة بإذنه. هو انت بتشك في قدرة ربنا ولا ايه؟ احنا هنتعب كتير قوي، هنتعب كتير جدا جدا يعني. طب ما انا ممكن اقول لك على 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 حاجة حلوة يعني من القرآن، وهو يعني ممكن تسميها انت ممكن تسميها، طب ما انت بتهبد اهو. بس في فرق ما بين الحاجة ما تكون من القرآن والسنة وحاجة من جيبك لا مؤاخذة. ربنا في القرآن بيقول لك فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انت بقى جبت الكلام ده منين؟ نورانية جوايا. رقم 3 في سورة آل عمران، لمنع تساقط الثمار والأوراق تكتب على ورق وتلف بخرقة. خرقة دي لا مؤاخذة اللي هي حتة قماشة قديمة كده، في كل بلد لها اسم تاني، دي مش قماشة قديمة، دي أنا بمسح بها العرق عشان صراحة العملية خربانة خالص.
انت عرفت هتعمل بيها ايه؟ تكتب صورة آل عمران يا رأيت فين؟ تكتب في ورقة وتلف بخرقة حرير بعد تبخيرها بالبخور الطيب كالعود مثلا وتلعق على الشجرة. هو كاتب كده تحمل في الجيب. وحاجة تانية مش عارفها، معرفش القل ربنا مش عارفين بين حوزان وبين عسيمين وبين بطيخين وكلام فارغ في كلام فارغ في كلام فارغ معلش. انما الكتب الامهات واحد فين؟ مفيش. التفسيرات بوظوها. ابن كثير النسخ القديمه فيها احاديث اتكشف مسند الامام احمد بن حنبل 45,000 انضاف عليهم 6 تاني ولا 8 بقى 62,000 حديث. 52,000 54,000 اللي فاضل منهم 22,000 من 54,000 يعني كانوا 32,000 حديث من مسند الامام احمد. هتقول لي انت مش قدام عمليه التزوير؟ هات الطبعه القديمه وهات الطبعه الجديده. المشكله الطبعه القديمه موجوده فين؟ موجوده في مكتبه نيويورك ومكتبه برلين مش موجوده عندنا. أنا لما قريت النسخة القديمة في برلين 54,000 حديث.